اهلا وسهلا، حياكم الله، نشرفنا بوجودكم بين ناسكم واهلكم محافظه البصره. ان شاء الله البصره بصرتكم واحنا الخطار. العراق كان محاصر، كان يعني خليجي، نتمنى انه يصير عندنا خليجي 25 او 21. المهم الحمد لله والشكر خليجي 25 تحقق، امنيات العراقيين بصوره عامه والبصره بصوره خاصه، بلم الشمل، لم الشمل دول الخليج، دول العربيه. ان شاء الله احنا برسم الخدمه لكل الدول العربيه اللي اجت هنا وشرفتنا بوجودها، اهلا وسهلا بكم. احنا طبعا العراق الشجعه، بس نتمنى كل المنتخبات نتمنى لها نجاح والموفقيه. والله اكيد الناس من فرحتها دا تحتفل، والبسمه رسمت، يعني احنا من زمان مرينا بحروب كلش هواي، واتمنينا من زمان انه يكون عندنا خليج 21، خليج 22، والحمد لله والشكر توفقنا بخليج 25، واكيد تشرفنا بضيافه اليمن وكل الدول العربيه. لا بالعكس، احنا كلش رياضيين ونحب البطوله، ونحب يعني انه العراقي يظهر بأفضل صورة اللي قدام الدول العربية كلها. والله العراق والسعودية بعد هو كان واضح، بس اليمن يعني أكيد إحنا نشجع اليمن، إحنا روح وحدة إن شاء الله. إذن مشاهدي الكرام، ضمن استطلاعنا هنا في المركز الإعلامي لبطولة الخليج العربي بنسختها 25 إلى جانب أحد الزملاء الإعلاميين العمانيين، أهلا وسهلا فيك، عرفنا بس بداية باسمك والجهة اللي تعمل فيها، وقل لنا عن انطباعك اليوم عن مباراة المنتخب اليمني وأيضا الشقيق العماني. في البداية حبيت أرحب فيك وأرحب بكل الأشقاء باليمن، معك حسن الأحمد مراسل قناة الكاس. وطبعا بما أنك أنت ذكرت عن مباراة اليوم بين المنتخب العماني والمنتخب اليمني، طبعا يمكن احنا شاهدنا المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب اليمني، يعني أنه صح أنه انهزم أمام السعودية، لكن الحسرة على ذيك الفرصة اللي انفرد فيها اللاعب في الأخير ضيعها. يعني شو المنتخب اليمني، يعني أنه حتى لو كانت مستوياته أقل عن المنتخب العماني في مباراة اليوم، ترى أنه ما تقدر تلومه، بالعكس الظروف اللي مر فيها. طبعا احنا دائما نقول ان في عالم كره القدم الانسجام شيء ضروري، التواصل والاستقرار هذا من اهم عوامل النجاح في عالم كره القدم. المنتخب اليمني في هذا الجانب يفتقر لهذه الامور، المنتخب العماني في تصاعد مستوى، استقرار فني، برانكو قاعد يعمل على شغلات كثيره، يمكن اغلب الترشيحات نتفق فيها، مجموعه كثيره نتفق ان المنتخب العماني راح تكون له الافضليه في مباراه اليوم. لكن ونرجع نقول لا ضمانات في عالم كرة القدم، ممكن شفنا مباريات كثيرة على مستوى الدولي، على مستوى الأندية، أن ترشيحات تصب في جانب، في الأخير يجيك منتخب أو نادي يفاجئك في جانب آخر، يمكن يصعب المهمة المنتخب اليمني اليوم على المنتخب العماني، هذا شيء وارد. لكن بنفس الوقت نحن نتكلم انه شو اللي يعاني منه المنتخب العماني، يمكن نحن نتكلم عن ابرز الغيابات، يمكن صلاح اليحيائي امام المنتخب العراقي ما لعب لانه كانت عنده بعض الانزعاجات، وبالمناسبة أمجد الحارثي أحد أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب العماني، بالأمس أنا كنت مع مدير المنتخب العماني مقبول البلوشي، كان يتكلم أن أمجد ننتظر فحوصاته على أساس أنه ياخذ الجرين لايت هل سوف يشارك أمام المنتخب اليمني، لكن بنسبة كبيرة ما راح يكون موجود. مباراة قائمة على كل الاحتمالات، وطبعا إذا قلت لي تتوقع توقعي أنا، اتوقع ان المنتخب العماني راح ينتصر بحكم انه تصاعد مستوى، بحكم انه استقرار فني، بحكم انه طبعا في الفتره الاخيره طموحات، وهذه اغلب الترشيحات من ابرز المرشحين في خليجي 25 بالبصره. حبيب، اولا حياكم الله، تحياتي لكم، سعداء جدا بمشاركه المنتخب اليمني الشقيق، وتحيه لمشاهديكم الكرام. فيما يتعلق بالمنتخب اليمني، يعني حتى في المؤتمر الصحفي نحن عبرنا واعترضنا على طريقة إدارة السيد سكوب للمؤتمر الصحفي حينما ذكر الفارق بين التوك توك والمرسيدس. أنا شخصيا اعترضت عليه مرتين، قلت له أنا أعتقد أن المنتخب اليمني يمتلك مقومات قادرة على التنافس مع بقية الفرق، هو لا يقل شأنا منها. صحيح لا يوجد دوري يمني، صحيح الظروف صعبة، صحيح الفريق ربما يمر بتجديد عدد من الأسماء، ولكن القاعدة الشعبية للكرة اليمنية تتفوق على بقية أقرانهم الخليجيين عدا العراق، وهذه ميزة تصب بصالحهم. فضلا عن ذلك، اللاعب اليمني وبسبب الظروف المحيطة يحاول قدر الإمكان أن يعبر عن نفسه وذاته ويستعرض عضلاته من أجل ربما الحصول على فرصة للعب
في الدوريات الاحترافية. من هنا فأعتقد أن المنتخب اليمني قدم مستوى جيد وأثبت بأنه ليس تكتك في المباراة الأولى أمام السعودية برغم الخسارة، وقادر أن يشكل عقبة في مباراة يوم غد إن شاء الله. فلذلك المنتخب اليمني أنا بصراحة أعتقد الظروف اليمنية مشابهة للظروف العراقية خلال السنوات السابقة، وأتوقع أنه إذا ما حدث استقرار قادم إن شاء الله سيكون المنتخب اليمني يقتنص البطولة التي يفتقر إليها.